يحكى أن حمامة بنت عشها على غصن شجرة إلى جوار خلية نحل. عاشت الحمامة وأفراخها الثلاثة بسلام مع جيرانها النحل، إلى أن تركت عشها يوماً وطارت تبحث عن طعام لصغارها. وفجأة رأى الصقر العش فانقض عليه، والتقط أحد الأفراخ وطار به بعيداً. عادت الحمامة فرأت العش وقد تهدم جزء منه، وأحد أفراخها قد اختفى. فعلمت أنه الصقر. حزنت الحمامة كثيراً وراحت تبكي. اقتربت منها ملكة النحل وسألتها. قالت ملكة النحل: لماذا أنت حزينة باكية أيتها الطيبة؟ قالت الحمامة: لأن الصقر أخذ أحد أفراخي وأخاف أن يعود ثانية. قالت ملكة النحل: لا تخافي، إن عاد ثانية فنادني. وفي اليوم التالي رأت الحمامة الصقر وهو يقترب. نادت الحمامة بأعلى صوتها: أيتها النحلة ساعديني. نادت ملكة النحل بقية النحل وأمرت بالهجوم على الصقر. هجم النحل على الصقر وراح يلسعه في جناحيه وعينيه وقدميه حتى هرب خائفا متألما. فرحت الحمامة كثيرا وشكرت ملكة النحل على مساعدتها والدفاع عن أفراخها.